السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة والأخوات. اليوم سأحدثكم إن شاء الله في موضوع التجنيس. إخوة السوريين الذين تركوا بلادهم، أراضيهم، قراهم، محافظات، من الجوع ومن الخوف ومن البطش ومن الحرب ومن القتل ومن التعدي، وجاءوا إلى بلاد الحبيبة التركية وبقوا تقريبا، صار لهم أمضى عليهم تقريبا 10 سنوات، ووطننا الحبيب تركيا ستقدم لبعض السوريين الجنسية التركية. بعض الناس لهم أولية، منهم الأطباء، المهندسين، المحامين، المتخرجين من الجامعات، الشباب والفتيات الذين يدرسوا في جامعة تركيا والذين يستثمرون في تركيا، مثل رجال الأعمال، لهم مصانع، لهم مشاريع، لهم فلوس. تأتيهم التجنيس من أنقرة، من وزارة الداخلية، وعندما تأتي الموافقة تطلب الدولة التركية من المرشح للجنسية في المادة الأولى ترجمة جواز السفر أو هوية سورية، يعني هوية سورية المدنية، أو شهادة سواقة، يعني ليس سلاسل، واحد منهم يكفي. أي إن كان جواز سفر نترجمه ونصدقه لدى النوتر، يعني من قبل النوتر يكفي. إن لم يكن عندنا جواز سفر، هوية سورية مدنية، وإن لم تكن شهادة سواقة أو هوية أو بطاقة، شيء يعرف عنا بشكل نظامي. والمادة الثانية طبعا للمتزوجين، هذه المادة ترجمة العائلة، دفتر العائلة أو بيان عائلي، طبعا مترجم من قبل مترجم محلف ومصدق من قبل النوتر، يعني بالعربي، باللغة العربية يقال له الكاتب العدل، الكاتب العدل. إذن المادة الأولى ترجمة هوية سورية أو شهادة سواقة أو جواز سفر، وفي المادة الثانية يطلب منا إن كنا متزوجين، إن كنا متزوجين في سوريا، ترجمة دفتر عائلة أو بيان عائلة، واحد منهم طبعا مصدق ومترجم ومصدق، مترجم من طرف مترجم محلف ومصدق لتنوتر. والمادة أصدقائي هذه الورقة، يعني أظن في الشاشة تبين صور شخصية يطلب منا لكل فرد فوق السن 15 صورتان، نقول لها بيومتري. إذن للزوج، للزوجة، وللأولاد الذين تعدوا فوق
15 سنة. لكل فرد، لكل فرد صورتان، صورتان أيها الإخوة. والمادة الرابعة إذا كان مع عندنا إذن إقامة أو إذن عمل أو الهوية التركية لكل أفراد العائلة، إذن ماذا يطلب منا؟ إذن الإقامة، صورة إذن الإقامة أو صورة إذن العمل أو صورة هوية تركية لكل فرد، يطلب منا تصويرهم ووضعهم في الملف. صورة عن إذن الإقامة، صورة عن إذن العمل، صورة عن الهوية التركية الصفراء، نقول لها الهوية تحت الحماية المؤقتة. كملك بايجاس. نعم. والمادة الخامسة يقول صورة عن صحيفة الدخول إلى تركيا من جواز السفر إذا دخل بالجواز. إذا دخل بالجواز أول مرة، يعني داخل عن طريق الجواز، عن طريق التأشيرة، من باب الهواء أو من باب السلامة أو من قرقمش بس، يطلب منا، يطلب منكم أو منا، يعني صاحب العلاقة، صورة الصفحة، صورة الصفحة. وبعده يطلب منا دفع المالية، الرسوم لكل شخص، إن كان عمره يوم أو كان عمره 100 عام. كم مقداره؟ 25 ليرة تركية لكل فرد، لكل فرد 25 ليرة مهما كان سنه، مهما كان سنه أيها الأصدقاء. وبعد صورة عن الهوية، صورة عن هوية الأب والأم، وأيضا ولزوجة إذا متزوجة، ولزوجة إذا متزوجة، يعني الأب والأم والأولاد سنصور هوياتهم عند المصور، يعني كل صورة 50 قرش، يعني نص ليرة، نص ليرة. وإن كان عندنا مولود ولد في تركيا، صورة عن الولادة، تقرير الولادة، إن كان مولود هو في تركيا، شهادة الولادة التي التي أو الذي ولد في تركيا أو ولدت في تركيا. وإن كان لدينا أصدقائي أحبائي شهادات جامعية أو شهادات مهنية، أيضا نترجمهم ونضعهم في الملف، أيضا ينفعنا. إذن ننتظر أن تأتي الجنسية لنا، وجاءت دعوة لنا من قبل الآفات، الهجرة بالجوازات، ويطلب منا أن نقدم في هذه القائمة المطلوب. نحن أصدقائي في الخدمة، أنا المترجم المحلف أخوكم إبراهيم أبو محمد،
يوجد مكتبي جنب النوتر 3 في مكتب سيغورتا جاماي خلف المبنى الأصفر في محافظة مرعش. وأطلب منكم أيضا هذا الفيديو، وأمس سحبنا فيديو أول وهذا ثاني، وإن نطلب منكم أن تضغطوا على زر الاشتراك والإعجاب، وأن تخبروا أصدقائكم أقربائكم في جميع أنحاء تركيا أو سوريا. وإن كان لديكم استفسار نرجو الكتابة أو اتصال بالهاتف. هاتفنا أصدقائي من الساعة 8 صبحا حتى 10 ليلا. يعني عند الأتراك نقول جاي يرمدورت، ولكن أنتم تقولوا 10 ليلا، جاي نونيكسي 10 ظهرا أولن نونيكسي. سأستمر بهذه الخدمة إن شاء الله، وأتمنى من الله أن ينفعكم في هذه المعلومات. دمتم آمنين ساعدين مسعودين إن شاء الله. إلى اللقاء.